نهاركم ابيض بخطين حمر بلون تيشيرت الزمالك العريق والعظيم. حلقه يوم الاربعاء 16 مارس هنكون كالعاده معاكم في نهاركم الابيض على مدار 90 دقيقه زملكاويه وقاريه، واكيد النهارده هنتكلم في العالمي كمان كتير قوي عشان نشوف بقى ايه اللي بيحصل في دوري ابطال اوروبا، ايه اللي حصل امبارح كمان في مسرح الاحلام اولد ترافورد، واللي الحقيقه تحول مؤخرا مش بس امبارح، الحقيقه الفتره اللي فاتت كلها لمسرح كوابيس زي كابوس طبعا اتلتيكو امبارح بالظبط. بس بعيدا بقى عن الكوابيس، خلينا الاول ارحب بزميلي العزيز احمد علي. نهارك ابيض يا احمد. نهارك ابيض. انت عادتني في الاغلب، انا كمان حاسه ان انا صوتي فيه برد كده بس تمام. مرت الكاميرون يعني الحمد لله على السلامه يا نيرفانا منورانا ونهاركم ابيض جميعا. والحقيقه الماتشات امبارح في دوري ابطال اوروبا ماتشات كلنا بنستناها بفارغ الصبر، خصوصا بقى الماتشات بتاعه الادوار الاقصائيه. وامبارح بقى كان في ماتشين مهمين جدا، ماتش اياكس اللي خسر على ارضه في مباراه الناس كلها كانت مستنيه اياكس يعود في المباراه وكان محضر احتفالات كتيره جدا ولكن خسر على ارضه، كمان ماتش مانشستر يونايتد واتلتيكو مدريد، ماتش كان صعب جدا وشفنا طبعا المباراه كان في بعض اوقات المباراه كان وان سايد جيم بالنسبه لمانشستر يونايتد، حاول كتير قوي لكن سيميوني يا جماعه بيعمل حاله دفاعيه مش طبيعيه. لعيبه اتلتيكو مدريد كانت عامله مباراه عظيمه جدا دفاعيا، لعيبه كلها قوه بدنيه غير طبيعيه، مفيش ملل مفيش زهق من الارتداد للدفاع، بيعملوا كتله واحده كده دفاعيه مش طبيعيه بصراحه، بنحيي عليها سيميوني. كان شكل الفرقه متماسك بشكل كبير جدا بعد كمان محاولات مانشستر يونايتد طبعا عن طريق اكتر من لاعب على راسهم طبعا كريستيانو رونالدو، لكن كل ده هنتكلم فيه بالتفصيل اكتر بقى في فقره اقرا الخبر في فقرتنا العالميه. وعشان كده برضو النهارده هيكون معانا محلل الكره العالميه الاستاذ عمرو عزت في فقره سهم وقوس عشان نحلل معاه بقى كل تفاصيل دور ثمن النهائي اللي خلاص هيصدر الستار عنه النهارده، وايه كمان اللي ممكن يحصل وايه اللي منتظر لكبار اوروبا في الدور ربع النهائي، وهل القرعه بقى ممكن تجيب لنا مواجهات صعبه ونهائيات مبكره زي مثلا ممكن ريال مدريد يقابل ليفربول او مان سيتي مثلا مع تشيلسي. كمان ممكن نتكلم معاه اكتر كمان عن الدوريات الخمسه الكبرى، مين البطل القريب من التتويج بيها، وما ننساش طبعا حديث الساعه اللي صحف انجلترا كلها بتتكلم عنه وصحف اوروبا كمان، مصير فخر العرب محمد صلاح من الاستمرار مع ليفربول من عدمه، موضوع باذن الله هيبقى شيق جدا. انت تتوقع ايه يا احمد؟ تتوقع ايه في موضوع صلاح؟ لانه دلوقتي ابتدى فيه كلام كتير قوي يطلع برشلونه، وانا قلت امبارح صعبه قوي صعبه قوي، يعني برشلونه اصلا بيحاول ينقذ نفسه، وقلت امبارح ان برشلونه يمكن مش هينفخ في صورته غير مثلا لو جاله فلوس اوت اوف نو وير او بينج سبونسرد ان حد يدعمه. هو في كارثه، هو في كارثه طبعا. بس سبحان الله في شركه شهيره طبعا احنا عارفينها يعني مسكت برشلونه، منصه اغاني سويديه خلينا نوضح اكتر. فانت بقى تتوقع ايه بقى في موضوع صلاح ده؟ موضوع صلاح صعب جدا ويمكن في اكتر من مناسبه بيترمي الكلام على صلاح ان خلاص ليفربول عمل اللي عليه وقدم العرض الانسب، ولكن بنشوف بقى ردود من رامي عباس طبعا وكيل محمد صلاح، بنشوف حاجات كتير جدا من مثلا في المؤتمر الصحفي مثلا قبل الماتش قبل اللي فات لليفربول، يورجن كلوب نفسه اتكلم عن القصه دي عن محمد صلاح وقال ان المصير دلوقتي اصبح في يد محمد صلاح. يمكن شفنا بعدها تويته كده رامي عباس عملها اللي هو بيتريق يعني على كلام يورجن كلوب، مع ان يورجن كلوب فاكر لما كان قال انا ما عنديش استعداد خالص ان انا استغنى عن صلاح وبطلب من اداره النادي ان هم يخلصوا موضوع صلاح. دلوقتي في حاجات بقى بيبقى عليها علامه استفهام شويه. هو ارقام، خلي بالك كمان الرقم اللي مطلوب، لان محمد صلاح مستواه دلوقتي يضاهي اي لعيب في العالم واقوى اللاعبين في العالم، فما ينفعش مثلا صلاح بيصنع الفارق مع فريق زي ليفربول، فريق كبير بيعمل فارق كبير جدا وهو رقم واحد كمان على قائمه هدافي البريمير ليج، وفي لعيبه زي مثلا هقول اسامي زي كريستيانو رونالدو مثلا الراتب الاسبوعي بتاعه يقارب ال 500 الف استرليني. فصلاح لما يطلب راتب زي ده وهو بيصنع الفارق مع فريق وهو هداف الدوري الانجليزي من حقه.
صحيح ده من حقه. فبرضه ايه القصه فيها كلام كتير، لكن امنياتي ان صلاح يستمر مع ليفربول، يفضل يحطم ارقام وارقام. وهنكمل طبعا في موضوع الحلقه عن موضوع محمد صلاح ووجهته اللي جايه. وبما اننا بقالنا اسبوع تقريبا كده من يوم السبت بنحاول نخرج من صدمه توديع دوري ابطال افريقيا، الاسبوع الحالي كمان اخذ مننا كلام كتير جدا عن لعيبه نادي الزمالك وعن نادي الزمالك والفتره اللي جايه، واللعيبه اللي كمان شفنا منهم ان احنا مش حاسين ولا الجمهور حاسس، والجمهور كان غاضب جدا من اللعيبه وقت خروجنا من بطوله دوري الابطال. يوم السبت عندنا ماتش مهم جدا في الجوله الخامسه، بيترو اتلتيكو الانجولي، وبعده ماتش مع نفس فريق من نفس الدوله طبعا سجرادا الانجولي في الجوله السادسه. والاثنين على الورق كده لو شفناهم تحصيل حاصل، يعني عايزين نقول ان اي حاجه او ان احنا مش هنفضل برضو يعني ايه عايزين برضو نكمل كلامنا في نفس القصه دي، مش هنفضل نتكلم ونلوم في اللعيبه ونفضل نتكلم بشكل سلبي. خلاص الموضوع كله بقى في حيز ان انت خلاص اللي جاي ده لازم اللعيبه هي اللي تغيره بايديهم. عندك ماتشين على الورق هم تحصيل حاصل، ايا كان بقى رقميا انت حققت الست نقاط، عملت اي حاجه، دي كلها حاجات تحصيل حاصل. وللعيبه انهم يركزوا في الفتره اللي جايه. عندك بيترو اتلتيكو ده ماتش تحصيل حاصل، بس تكسبه تصالح الجمهور، الجمهور محتاج يتصالح، بس جمهور الزمالك خلاص بقى فاطن جدا لقصه ان هو مش بعد ماتش كويس اللعيبه تاديه هيسقف للعيبه، لا انا هفرح. الجمهور هيتصالح ببطوله، الجمهور جمهور الزمالك خلاص هيتصالح ببطوله، البطوله هي اللي هتفرق، هي اللي هتخلي الجمهور يشيل اللعيبه على كتافه، يطلع اللعيبه يعليها زي ما كان بيعمل. لكن مش ماتش ولا ماتشين ولا تلات ماتشات، انت داخل في بطوله نادي الزمالك في بطوله الدوري، هو موجود دلوقتي اخر بطوله عامل فيها ايه؟ هو حامل اللقب البطوله، هو بطل الدوري اللي فات، فهو ده اللي يفرح الجمهور، هو ده اللي يخلي اللعيبه يتسقف لها من قبل الجمهور. لكن مش هتمشي ماتشين وبعد كده نسقف لك تقوم طالب تعديل في العقد، تقوم طالب ان انت مش هتجدد وتطلب ارقام تعجيزيه، لا خلاص الموضوع ده خلص. وجمهور الزمالك اصبح واعي جدا للقصه دي، وحته بقى ان هو بيتعامل بعاطفه مع بعض اللاعبين المؤثرين مع نادي الزمالك، ده بقى امر خلاص احنا شفناه وفهمناه وجربناه مع اكتر من لعيب. وافتكر خلاص المصالحه بالنسبه لجمهور الزمالك تعني البطوله. بص هقولك على حاجه تعليقا برضو على كام نقطه انت قلتهم. انت قلت ان ماتش بيترو اتلتيكو وماتش سجرادا مهمين، جماعه هم على الورق مش مهمين، وبالمناسبه هم مش دول الماتشين اللي هنصالح بيهم الجمهور حتى لو بشكل، يعني انا مش معتقده الصراحه ان النهارده احنا بنقول هنقفل الصفحه والجمهور هيقفلها معانا، احنا يمكن هنكون وسائل مساعده نخليكم تبصوا للموضوع من برسبكتيف تاني، نخليكم تبصوا للماتشين اللي جايين ان هم اعداد لبطوله الدوري اللي احنا ناويين ان شاء الله، واللعيبه المتبقيه او اللي هتشيل المسؤوليه معانا الفتره اللي جايه برضو ناويه ان هي تحافظ على اللقب ده. ده اللي احنا مستنيينه، وزي ما احمد قال الجمهور بقى فاطن، غير انه بقى فاطن هو الماتشين دول اللي جايين للاسف هم يعني ما ينفعوش يكونوا باي وسيله من وسائل المصالحه، لانه للاسف احنا اللي عملنا ده. هناخد بقى الماتشين دول ان هم احنا بنعد للحفاظ على لقب الدوري. طيب انا كنت بقول ان انا نوع من انواع وسائل المساعده، عايزين نصالح الجماهير وعايزين دي اللي هو اللعيبه لازم تصالحوا الجماهير. عندي كده كام رساله عايزه اتكلم معاكم فيها. اول حاجه انا هقرر كلامي تاني، يمكن انا بقالي كتير قوي بتكلم مع اللعيبه، وقلت امبارح انا مش متخيله انه لعيب يبقى بيلعب في الملعب هو مش عايز يلعب. لا في حاجه برضو انا مش عايزه، مش فكره اظلم اللعيبه بس يمكن محتاجين يفوقوا، يعني انا عايزه اللعيبه يحسموا كده، او اللي حسموا موقفهم من الرحيل خلاص عن الفريق وعدم التجديد، انت قدامك حل من الاثنين. وعلى فكره ده مش بضايقك،
انا فعلا بقول لك الواقع ومصلحتك على فكره قبل مصلحه الجمهور. الجمهور هو عايز ال11 لعيب اللي في الملعب يعملوا اللي عليهم. انا بتكلم بقى عليك اللي انت خلاص ناوي تمشي، يعني قدامك حل من الاثنين، يا اما انك تلعب بكل قوه في ماتشات الدوري او انك تتقبل قرار اداره النادي بابعادك بقى خالص عن المشاركه الاساسيه، وده انت عارف وادرى مني ايه اللي ممكن يحصل لك بسببه، لان الزمالك بصراحه هو دلوقتي احنا ما بقيناش مستحملين نكون حقل تجارب زي ما بيقولوا، ده مش الزمالك اللي ينفع يتعامل معاه كده. لو مستواك متدهور ومالكش طاقه بقى ولا نفسيه ولا الحاجات اللي بنقعد نسمعها اليومين دول، تلعب زي ما لعبت في بدايه عقدك، فعلى الاقل ما تبوظش نهايه مسيرتك مع الفريق. احتفظ بالحد الادنى الادنى من حب واحترام الجماهير ليك ورصيدك اللي فات، ما تدخلش في كلاش مع الجماهير، مش من مصلحتك صدقني خالص. انا دلوقتي مش بتكلم عن الزمالك وكيان الزمالك، لان كيان الزمالك مش هيتهز بحد هو مش عايز يشيل المسؤوليه، انا بتكلم ليك انت والله. تاني حاجه، مستر فريرا ان هو ياخد ماتش بيترو اتلتيكو على ان هو زي ما قلت تجربه اخيره لمجموعه من اللعيبه كده، هو بس المدير الفني، هو بس اللي يقدر يحددهم عشان يقدروا يكملوا الفتره اللي بعد ماتش مصر والسنغال، ولا تكون طبعا مهمه جدا جدا في الدوري. ثالث حاجه بقى وهي لاداره النادي، انا بتمنى فعلا ان يكون في تنسيق مع الجهاز الفني للفريق الاول وفريق 2001 2003 عشان نختار كده او يتم اختيار بعض اللعيبه للمشاركه مع الفريق الاول. افتكر ان احنا دلوقتي حالا لازم نبتدي شغل الحقيقه من الجميع بشكل اكبر شويه، لان اللي حصل مش قليل. لسه كنت بتكلم، احنا متعودين انه خلاص احنا خسرنا ماتش خلاص بقى بنقعد يوم ولا يومين نقول احنا عملنا ايه والاخطاء اللي احنا وقعنا فيها ونتجنبها ازاي الفتره اللي جايه وبنعدي وتمام. وجمهور الزمالك طيب جدا جدا وفي جدا جدا، بيصالح اللعيب ولا بيصالح ايا كان الخطا من مين بسرعه قوي، فعلا بيسامح بطريقه مش طبيعيه، بس ما بينساش. يسامحك تكررها تاني هيطلع لك القديم، يقول لك لا تعالى لي بقى، ما انت عملت وانا سامحت، المره دي انا مش هعرف. فعايزين نبقى حاطين بقى ده في دماغنا الفتره اللي جايه، عايزين 11 لعيب قد المسؤوليه الفتره اللي جايه. وبما انك اتكلمت عن قطاع الناشئين يا نيرفانا، في كده لعيبه كتير جدا على مر الزمان هتلاقيهم من قطاعات الناشئين داخل نادي الزمالك. يعني افتكر مثلا ان في جيل كامل، او من الجيل ده لو جبنا الجيل ده مثلا هتلاقي اللي لسه بيلعبوا طبعا في الزمالك وبره الزمالك، هتلاقي فيه لعيبه كتير جدا من ناشئين نادي الزمالك. هتلاقي شيكابالا، هتلاقي فتوح، هتلاقي عمر جابل، هتلاقي محمد ابراهيم، هتلاقي حازم امام الصغير، هتلاقي لعيبه كتير جدا حتى في الفرق الثانيه زي ما بقول، هتلاقي حسام عرفات، هتلاقي فيه لعيبه ذخيره من ذخائر مدرسه الكوره في نادي الزمالك من قطاعات الناشئين. هتلاقي في ازمنه قبل كده كمان لعيبه بطلت وموجودين دلوقتي لعيبه اسماء رنانه زي الكابتن جمال حمزه، كابتن حازم امام، كابتن احمد رمزي، كابتن اشرف قاسم، كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن خالد الغندور، لعيبه كتير جدا من قطاعات الناشئين داخل نادي الزمالك. وطبعا في لعيبه في الجيل الذهبي كتير جدا هم اللي بنوا نادي الزمالك من وهم شباب صغيرين. فهتلاقي ان الناشئين والشباب في مدرسه الفن والهندسه حاجه ما تقلقش ابدا. صحيح، كل فتره هتلاقي في لعيب واثنين وثلاثه وخمسه وعشره موجودين وهم من قوامك الاساسي. حتى في عصر الاحتراف اللي احنا شايفينه ان في كل الفرق مش هتلاقي ثلاث اربع او خمس لعيبه موجودين من قطاعات الناشئين في نفس الفرقه. الموضوع ده اصبح متلاشي نوعا ما في الفتره الاخيره بسبب الاحتراف، وان الفرق كلها عايزه منافسه، الفرق كلها حابه ان هي تجيب اللعيب الاجهز، اللعيب خلاص اللي اكتسب الخبره. ولكن نادي الزمالك دايما عامر ومليء بقطاعات الناشئين. محتاجين بس شويه تنظيم، ومطلوب كمان في الفتره اللي جايه انك تدي للكيان من قلبك، من قلبك كده تبذل اقصى جهد للكيان نفسه، يبقى في انكار للذات، مفيش حد يفكر في مصلحته الشخصيه بس زي ما نادي الزمالك هو اللي بيعمل. وقلنا ده مرارا وتكرارا، نادي الزمالك اللي بيعمل اللعيب وبيكبره وبينجمه وبيخليه لعيب دولي ويروح المنتخب،
زي ما اللعيبة دي مطلوب منها كتير قوي في الفترة اللي جاية ان هي تفكر في الزمالك، في النادي ده صاحب الفضل عليا. يعني مثلا لما اقول انا اشتغلت مذيع اول مرة في قناة الزمالك، فانا كنت مراسل في قناة الزمالك بقيت مذيع، فلازم افتكر فضل قناة الزمالك عليا طول عمري طول مسيرتي دي. لازم يبقى عند اللعيبة كلها في اي شغل، في اي شغلانة لازم تبقى عندك عرفان بالجميل للي ليه فضل عليك. صح ولا ايه؟ دي حقيقة. يعني بص انا انت خضتني يا احمد. احنا كلام مهم ولازم الناس تعرفه، ولازم اللعيبه ولازم كل الناس تبقى فاهماه. يعني بص هو فعلا فكره الجميل وان انت تفضل فاكره. انا كمان مش عايزه احط خط قوي تحت الجميل، يعني انت موجود معانا مش جميل أكيد. هو بياخد على فكره مرتب على اللعب اللي بيلعبه بالظبط، دي حقيقة. يبقى فاهم يعني انت بتدينا واحنا برضو بنديك حب جماهير، وبنديك اكيد حاجات ماديه، بنديك شهره، بنديك ان انت في كذا عرض بيجيلك من كذا نادي عشان خاطر انت مستواك كويس مع الفريق اللي انت فيه. الفريق اللي انت فيه انظار كتيره جدا عليه، لانه من اقوى لو ما كانش اقوى الفرق المصريه اللي موجوده في الدوري. فاحنا مستنيين المصالحه من اللعيبه في الاول في الاخر. الزمالك ان شاء الله عنده ماتش يوم السبت مع بيترو اتلتيكو. مش عايزه اقول الحقيقه، يعني مش عايزه اقول جمله لا بديل فيها عن الفوز عشان كل ما بنقولها بنخسر، فخلينا ما نقولش. يعني احنا عايزين بس ايه، ان احنا نحفظ بس وجهنا كده انه ننقذ ما يمكن انقاذه. انا مش متخيله ان انا دلوقتي لما افتح النت او اي حد يفتح النت، او مش محتاجين نفتح النت، احنا كلنا بقينا عارفين، نشوف فلان معاه 6 نقط، فلان معاه مش عارفه كام، الزمالك معاه 2 نقطة غالبا. في فريق لو حد من فريق الاعداد يفكرني بيه، الفريق اللي ما خدش نقطه غير مننا اصلا سجرادة صح؟ فيعني دي كارثه كارثه يا جماعه. فيعني عايزه اقول ان الزمالك في تاريخه يعني ما عداش بالمنظر ده حقيقي. يعني فاكرين يا جماعه في الاول كنا بنقول الفتره دي دايما بنتلعثم فيها بس بيحصل كامباك. غالبا احنا نسينا، يعني احنا تلعثمنا بس نسينا نعمل كامباك. عموما انا مش عايزه اقعد اتكلم كتير في القصه دي، لانه ان شاء الله ان شاء الله انا عن نفسي انا كنرفانا بعيده، كمشجعه زملكاويه او من جماهير الزمالك بعيده عن المذيع، مذيع هنا انا دوري ان انا اساعدكم ان احنا نتخطى، بس انا مش هعرف ابتدي صفحه جديده غير بعد اخر ماتش، بحيث ان انا ابقى عارفه او مطمنه على شكل الدوري. بصراحه عايزه اشوف الماتشين اللي جايين. المنافسه السنه دي يا جماعه صعبه، ما يعني ما بقاش قدامنا الحقيقه خلاص غير ان احنا نركز فيها لحد ما نعرف مصير الكاس. هي موضوع الكاس ده لوحده الحقيقه، لانه محدش راضي الحقيقه يدي فيه اي قرار نهائي، وكان مثلا استكمال 4 ماتشات في بطوله اصبح من رابع المستحيلات بعد طائر العنقاء اعتقد على راي جاليليو. فيعني موضوع كبير. التلاته اللي قبل رابع المستحيلات، يعني في ثلاثة مستحيلات وفي رابع مستحيلات. صديق وفي. ايون. ماشي. التاني هو طارق العنقاء من ضمنهم. تمام. ممكن نقول ايه ثالث حاجة عشان انا مش متذكرها. يعني بص هشوفها لك وهبقولها لك، بس المهم هي من رابع مستحيلات. على فكرة هي بتتقال دايما رابع مستحيلات، عمر ما حد فكر تصدق. محدش فكر في الثلاثة اللي قبلهم. هنبقى نعرف يا جماعة ايه الحاجات الثالثة. عموما عايزه بس في موضوع مهم الحقيقه لازم نعمل حمله معاه كلنا نقف فيه قبل ما نروح لاقرا الخبر. عايزين نطلب كده من هنا من نهارك ابيض مناشده، يمكن مناشده سريعه عاجله لاتحاد الكوره ونجوم كوره القدم المصريه سواء بقى حاليين او سابقين. احنا عندنا في الدرجه الثالثه لاعب غيني اسمه موري بانجورا. اللاعب ده بيلعب مع فريق بيلا في دوري الدرجه التالتة. كان قبل كده بيلعب في كفر الشيخ ومنيا سمنود وكذا فريق كده لحد ما استقر في بيلا دلوقتي. بكل أسف اللاعب ده حالته الصحية حاليا متدهورة جدا، التشخيص الطبي غير واضح الحقيقة. كلام اتقال عن نادي بيلا ان هو جاله شلل نصفي وزي كانسر كده كمان في الأمعاء. بعد كده خرجت وكيلته في تصريحات وقالت ان هو بيعاني من الفطر الاسود، يعني في كل الاحوال يعني كل الحاجات اللي احنا قلناها دي يعني كارثيه الحقيقه. فحالته الصحيه متدهوره جدا، عشان كده احنا بنرجو من اتحاد الكوره واللعيبه النجوم
التكفل بعلاج اللاعب في اسرع وقت بصفته طبعا احد اعضاء في الاسره الكرويه في مصر، وكحاله انسانيه بحته الحقيقه، لان هو محتاج كل اللي محتاجه ايه؟ مستشفيات مجهزه لحالته. يعني صعب جدا ان احنا كمان ننقله او ان احنا نسفره لبلاده بدون ان هو ما يتلقى العلاج ده. ده خطر على صحته، وكمان تكاليف تانية احنا ممكن نستخدم التكاليف دي ان احنا نعالجه. فالكلام الاطباء في خطر على حياته، فنتمنى ان احنا ما نوصلش للمرحله دي. فنرجو طبعا هنا من هنا في نهارك ابيض، طبعا احنا ممكن نبص على صورته كمان، هو رائد في المستشفى، شكله يعني فعلا صحته، شكل صحته باينه الحقيقه على شكله، ما شاء الله عليه. الصوره كمان كانت اللي قبل دي ما شاء الله لعيب قوي بدنيا بقى خلاص. فيعني احنا بنرجو من اتحاد الكوره والتكفل بحل الازمه الصحيه للاعب الغيني. هو عموما الغنيين بيبقوا دايما صحتهم كويسه ما شاء الله، فسنس ان هو وصل المرحله دي فده معناه فعلا ان هو محتاج ده. وانا اعتقد انا ممكن اعرف ايه اللي ممكن انا شخصيا اساعد بيه، ونعمل ده يعني، نعمل كلنا نساعد في ده، بس يبقى في مبادره كده مناشده، واحنا حقيقي كلنا ما حدش فينا هيتاخر ان هو يساعد في موقف انساني زي ده، وننقذه الحقيقه من ايا كان اللي عنده. يعني اكيد لما يبقى في تاكيد لحالته الصحيه هنطلع نقولها لكم، بس ايا كان كل الكلام اللي بيتقال غير مبشر الحقيقه، فلازم كلنا نقف جنبه. بنرجو ده من اتحاد الكوره واللعيبه انكم طبعا الصوره طبعا وجب الاعتذار عن الصوره اللي قبل دي، اللي قبل اللعيب اللي رائد في السرير ده، لاعب طايره جديد في الزمالك ملوش علاقه بالحاله الانسانيه اللي كانت بتتكلم عليها نيرفانا. دلوقتي بقى خلونا نستعرض معاكم كل الجديد على الساحه الرياضيه وفقره اقرا الخبر. إلى الخبر، البداية كالعادة مع نهارك زملكاوي. وخضع لعيبة الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازيين الطبي والإداري زي ما اتكلمنا امبارح لمسحة طبية قبل تدريب امبارح للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وده طبعا تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي. ده بيأتي وفقا طبعا للبروتوكول المتبع قبل السفر لأنجولا عشان يستعدوا لمواجهة بيترو أتلتيكو يوم السبت اللي جاي إن شاء الله في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان من المقرر أن تتوجه بعثة الفريق لأنجولا يوم الخميس اللي جاي بإذن الله استعدادا للقاء بيترو أتلتيكو الأنجولي المقرر ليها باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا. انتظم حازم امام لاعب الفريق في التدريبات الجماعيه امبارح واللي اقيمت بملعب النادي استعدادا لمباراه بيترو اتلتيكو في دوري ابطال افريقيا. كان حازم امام حصل على راحه من التدريبات الجماعيه امبارح باذن من الجهاز الفني بقياده فريرا نظرا لظروف خاصه بيه قبل طبعا ما ينتظم اللعب في المران امبارح بشكل طبيعي. كمان انتظم عمر السعيد مهاجم الفريق في التدريبات بشكل طبيعي، وده بعد حصوله برضه على اذن بالغياب عن مران اول امبارح يوم الاثنين. استكمالا لتفاصيل تمرين امبارح، خاض الفريق خلال مران امبارح فقرة بدنية قوية بملعب النادي تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال بالجهاز الفني استعدادا لمواجهة بيترو أتلتيكو. استمرت الفقرة دي لمدة ما تقترب يعني بين نص ساعة تحت إشراف خاص من البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق واللي تابع الفقرة من بدايتها وحتى نهايتها. الفقرة دي شملت تدريبات بدنية قوية باستخدام كرات ثقيلة بجانب كمان أدوات جيم تم استخدامها للملعب، بيقوم اللعيبة بحملها لأداء المران واللي كان هدفه طبعا زيادة القدرة على التحمل بجانب قفز الحواجز المرتفعة والمنخفضة. كمان اللعيبة أدت فقرة تأهيل بالكورة من خلال التمرين ما بين اللاعب والتاني في مسافة قصيرة من لمسة واحدة، وقام دانيال جونزاليس محلل الأداء بالفريق بتدوين كافة الملاحظات الخاصة بالفقرة للوقوف على كافة التفاصيل وفقا طبعا لتعليمات المدير الفني جوسوالدو فيريرا. عقد البرتغالي جوزالتو فيريرا المدير الفني للفريق جلسه مع محمود حمد الونش مدافع الفريق على هامش تدريب امبارح اللي اقيم بملعب النادي، وكانت الجلسه دي بشكل سريع جدا بين الونش وفيريرا، وحرص المدير الفني على توجيه
الونش، ومنحوا كمان بعض التعليمات الفنية الخاصة وتصحيح بعض الأمور الخططية الخاصة بمركزه في الملعب، وطلبوا ببذل أقصى جهد والتركيز القوي جدا خلال الفترة اللي جاية. كمان الجهاز الفني للفريق قسم اللعيبه لمجموعتين لاداء تدريبات خططيه وفرديه، وده خلال تبريد امبارح استعدادا لمواجهه باترو اتلتيكو الانجولي اللي جاي. ركز الجهاز الفني خلال الفقره دي على تدريب اللعيبه على نقل الكوره ما بين الخطوط بشكل سريع. كمان مستر فريرا المدير الفني وجهازه المعاون قاموا بتوجيه التعليمات وتصحيح الاخطاء للعيبه لتجنبها الفتره اللي جايه. امبارح ألقى مستر فريرا محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. خلال المران بقى قام فريرا بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين في حضور طبعا جهازه المعاون. كمان منح اللاعبين تعليمات تتعلق بأدوارهم داخل الملعب تمهيدا لتطبيقها في الفترة المقبلة. وفي نهاية المحاضرة كده شدد المدير الفني للزمالك فريرا على اللاعبين بضرورة تنفيذ كل المطلوب منهم بدقة وتركيز. نروح للناشئين، وخاض سداسي الفريق حسام عبد المجيد وسيف جعفر، حسام اشرف، احمد عيد، ماجد هاني، وسيد عبد الله نيمار فقره تدريبات فنيه خاصه تحت اشراف احمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني، وده على هامش تمرين امبارح اللي اقيم بملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء استعدادا لمواجهه باترو اتلتيكو الانجولي اللي جاي. تضمنت الفقرة تدريبات خاصة بالتمرير ونقل الكرة بشكل سريع، بعدها خاض سداسي الزمالك فقرة لتسديد على المرمى بمشاركة طبعا السيد عطية حارس المرمى. خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية بطول الملعب خلال مران الأمس، وحرص مستر فريرا على تطبيق بعض الجمل الخططية والتكتيكية اللي تم التدريب عليها خلال التقسيمة، وتولى المدير الفني للزمالك الإشراف على التقسيمة بنفسه، وقام بإيقافها من أجل تصحيح الأخطاء ومنح اللاعبين بعض التعليمات لتنفيذها. أما عن آخر التطورات اللي وصل لها شيكابالا والإصابة اللي بيعاني منها، هو واصل خوض البرنامج التأهيلي الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي جسوالدو فيريرا، وده بسبب الإصابة اللي بيعاني منها وهي عبارة عن شد في عضلة السمانة. شيكابالا أدى تدريبات تأهيلية بصالة الجيم بمقر النادي على هامش تمرين امبارح وما شاركش في التمرين الجماعي للفريق، وده معناه ان هو اصبح خارج حسابات الجهاز الفني للفريق في اللقاء اللي جاي قدام باترو اتلتيكو طبعا بسبب عدم جاهزيته الطبيه. غادر القاهره النهارده صباحا متجها الى انجولا كابتن ابراهيم زارع اداري الفريق بصحبه الدكتور ابراهيم عنبه اخصائي العلاج الطبيعي والشيف الخاص بالفريق. ياتي ده من اجل ترتيب للفريق في انجولا استعدادا لمواجهه باترو اتلتيكو يوم السبت اللي جاي في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. ومن المقرر ان تتوجه بعثه الفريق الى انجولا بكره استعدادا لمباراه باترو اتلتيكو المقرر ليها زي ما قلنا يوم السبت الساعه 3 العصر باستاد 11 نوفمبر بالعاصمه الانجوليه لواندا. دي كانت اخبارنا عن الزمالك. دلوقتي هنطلع فاصل سريع ونرجع نبتدي معاكم فقره نهارك على اهلا بيكم من جديد، ونبتدي نهارنا العالمي النهارده من عند ليالي الابطال اللي كانت فيها الحقيقه ليله حزينه جدا امبارح على كل عشاق الريد ديفلز مانشستر يونايتد. طبعا اهم المباريات اللي اتلعبت امبارح في اياب دور ال 16 من الشامبيونز ليج هي موقعه يونايتد واتلتيكو. امبارح اتاهل اتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد الفوز اللي حققه على مانشستر يونايتد الانجليزي في ملعبهم اولد ترافورد 1-0. سجل هدف اتلتيكو ريال لودي في الدقيقه 41، ودي طبعا كانت مباراه العوده، اما مباراه الذهاب كانت انتهت بالتعادل 1-1 ما بين الفريقين في مدريد. الحقيقه ان يونايتد قدم مباراه وحشه جدا الحقيقه، ما صنعش اي فرصه حقيقيه على مرمى اتلتيكو. الناحيه الثانيه اتلتيكو عمل مباراه تكتيكيه روعه الحقيقه، تقفيل دفاعي اكثر من روعه، هجمات مرتده، و يعني شغل كده فكرنا باتلتيكو مدريد القديم بتاع سيميوني. خليني اقول لكم ان سيميوني كسر قاعده الدان رونالدو، لان دي اول مره يتاهل اتلتيكو مدريد وديجو سيميوني على حساب نادي بيلعب فيه كريستيانو رونالدو في دوري الابطال.
خمس مرات قبل كده واجه سيميوني رونالدو في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، وفي الخمس مرات قدر الدون إن هو يخرج فريق سيميوني. لحد بقى امبارح اللي بقت أول مرة سيميوني بيقدر يخرج فريق رونالدو من دوري الأبطال. عايزة برضو أقول لكم جملة أو جملة دييجو سيميوني قالها كده قبل الماتش ب 24 ساعة، وقدر الحقيقة إن هو يطبقها بالنص وبشكل حلو جدا. قال إن أتلتيكو لازم يستغل الفرصة عشان خاطر يقصي اليونايتد في الهجمات المرتدة واستغلال أي خطأ هيرتكبوه، وده اللي حصل بالملي. يعني كمان تخيلوا ان دي المره الخامسه على التوالي اليونايتد بيخرج من بطوله اوروبيه على ايد فريق اسباني. ده بيعتبر موسم صفري خامس على التوالي لمانشستر يونايتد، واللي طبعا قدامه شغل كتير جدا جدا في الصيف عشان خاطر يصحح الاوضاع اللي احنا الحقيقه شفناها امبارح كانت مفاجاه امبارح. بصراحه انا توقعت ان اتلتيكو هيكسب، يعني كنت قاعده مع مايكل امبارح واحنا الاثنين توقعنا ان اتلتيكو هيخطف الماتش. الماتش كان صعب جدا، كان محتاج حرفيا كده لعيب زي ميسي في حالته يلعب مع مانشستر يونايتد عشان يقدر يخترق الدفاعات القويه جدا لدييجو سيميوني. لكن طبعا رانجنيك يعني فشل ذريع في ان هو يعرف يتعامل مع التكتل الدفاعي اللي كان صلب جدا جدا من جانب سيميوني. المباراه الثانيه بقى على الجانب الاخر كانت ما بين اياكس امستردام وبنفيكا. الحقيقة إن على الرغم من توقع الكل تقريبا إن أياكس هيكسب المباراة دي، خصوصا كمان إن هي على أرضه وخلاص هيتأهل لربع نهائي دوري الأبطال، لأنه بيقدم موسم هايل جدا محليا وقاريا، وصعد كمان متصدر لمجموعته بالعلامة الكاملة. يمكن الفريق الوحيد اللي عملها مع بايرن ميونخ هو فريق أياكس أمستردام، ونفتكر كمان سباستيان هالر مهاجم منتخب كوت ديفوار اللي محقق أرقام كبيرة جدا ومسجل 11 هدف في دوري الأبطال. لكن بنفيكا حقق مفاجأة كبيرة جدا على ملعب يوهان كرويف أرينا اللي كان بالمناسبة مستعد لأنه هو يحتفل بفوز أياكس، وبرغم من تفوق طبعا أياكس طوال المباراة استحواذ على الكرة 90 دقيقة تقريبا، إلى أن مهاجم بنفيكا داروين نونيز قدر يخطف هدف لبنفيكا من ضربة رأسية من كرة ثابتة عشان ينتهي اللقاء 1-0 لصالح بنفيكا. طبعا مباراة طبعا الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2، دي كانت المباراة الأولى في البرتغال. بكده طبعا بيتأهل بنفيكا البرتغالي الربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أياكس بمجموع المباراتين 3-2. نروح بقى للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه في بداية الحلقة، وهو طبعا موضوع فخر العرب محمد صلاح اللي الدنيا كلها مقلوبة في انجلترا بسبب قصة تجديده مع ليفربول. احنا اتكلمنا في شوية تفاصيل امبارح، بس النهاردة زاد تفاصيل عن التفاصيل بتاعت امبارح. صلاح خلينا نفكركم ان عقده بينتهي مع ليفربول السنة اللي جاية. لحد دلوقتي كل المفاوضات ما بينه وما بين ليفر بخصوص التجديد ما نجحتش بسبب اختلافهم طبعا على الراتب الاسبوعي. المهم ان تقارير صحفيه كتير قالت ان في مفاوضات ما بين صلاح وبرشلونه زي ما احنا اتكلمنا امبارح، كمان ان باريس عينها كده على صلاح لتعويض رحيل امبابي، وانديه كتير الحقيقه ابدت اهتمامها بصلاح. لكن نحط كده 100 خط بعد الكلام اللي جاي ده وده الجديد، ان تقارير انجليزيه وتحديدا من شبكه سكاي سبورت قالت ان صلاح ما بيخططش اساسا ان هو يروح للدوري الاسباني او حتى الفرنسي خلال موسم الانتقالات اللي جاي، وده طبعا لاكثر من سبب، اهمهم ان المنافسه في الدوري الانجليزي اعلى ومستوى الدوري الاسباني على سبيل المثال يعني ما بقاش زي الاول، خاصه بعد رحيل معظم النجوم اللي كانوا مديين الدوري الاسباني تقله. كمان في فرنسا المنافسه شبه معدومه اساسا لباريس سان جيرمان، كمان اهم الاسباب هي ارقام صلاح اللي محققها في الدوري الانجليزي ورغبته في ان هو يكسر ارقام قياسيه ثانيه وان هو يحفر اسمه في الدوري الانجليزي بحروف منه. بالمناسبه هو صلاح لو سجل النهارده قدام ارسنال هيبقى ضمن اكتر 20 هداف في تاريخ الدوري الانجليزي، فانتوا متخيلين الارقام هتبقى عامله ازاي، فدي برضو من اكتر الحاجات اللي محطوطه في الحسبان. في بقى تقارير ثانيه بتقول ان صلاح لو مش هيكمل مع ليفربول في الدوري الانجليزي هيروح لنادي في الدوري الانجليزي برضه يكمل معاه مسيرته، زي اللي احنا بنقول ان هو مش حابب يروح للدوري الاسباني او الفرنسي.
مين بقى ابرز الانديه اللي ممكن تكون مهتمه بصلاح وقادره ان هي تتحمل قيمه الراتب بتاعه؟ هي تشيلسي بعد طبعا ما اتباع، او نيوكاسل، او نيوكاسل اللي اشتريته هيئه الاستثمارات السعوديه. دول ممكن يعني تشيلسي لما يتباع ممكن يتحمل تكلفه صلاح او نيوكاسل. كمان يونايتد والسيتي في الصوره، لكن انا قلت ابرزهم تشيلسي ونيوكاسل عشان خاطر الموضوع بعيد نسبيا يعني بالنسبه للانديه الثانيه مقارنه بتشيلسي ونيوكاسل. خلينا نستنى نشوف ايه اللي ممكن يحصل. لو هنتكلم عن التمنيات مش التوقعات، انا بتمنى صلاح انه يكمل مع الريتس. الحقيقه انا شايفه ان هو محقق ارقام قياسيه فرديه وجماعيه، حاطط ليفربول في حته ثانيه خالص، صانع معاهم الفرق الحقيقه يعني. لكن برضه الناحيه الثانيه صلاح من حقه ان هو يطلب الراتب اللي هو بيطلبه، لانه معلش في ناس كتيره جدا، في لعيبه كتيره جدا نجوم برضه بس لا تقل نجوميه عن صلاح، وبتاخد كتير جدا جدا في الاسبوع. انت متوقع ايه يا احمد؟ يعني تتمنى ايه ومتوقع ايه؟ انا سيبك من التمني وسيبك من التوقع، شايفه صلاح واحترافيته في ان مكمل لعب، ما تاثرش باي كلام لاي حد، بسم الله ما شاء الله عليه، مركز مكمل في الماتشات، بيحرز اهداف، مستوى ما قلش 1% عن مستوى المعهود. شفنا كلام كتير من يورجن كلوب زي ما قلنا في البدايه كده في مؤتمرات صحفيه، شفنا تويته لرامي عباس وكيل اعمال او وكيل محمد صلاح، شفنا كلام لمايكل اوين احد اساطير ليفربول ومنتخب انجلترا، جيمي كاراجير طبعا احد مدافعي ليفربول التاريخيين، ريو فيرناند نجم الكرة الإنجليزية ونجم مانشستر يونايتد. الناس دي كلها اتكلمت عن الموضوع وأرقام صلاح وإزاي قصة التجديد دي، إن صلاح لازم يكمل مع ليفربول، صلاح لازم يستمر في المسيرة العظيمة اللي بدأها بنفسه في إنجلترا ويبني عليها ويكتر الأرقام دي. مع كل الحاجات دي كلها شايفين صلاح مستمر بيلعب بأداء ثابت، ما تأثرش للحظة من اللحظات في أي ماتش أو مستوى قل كده زي ما قلت في أي لحظة من اللحظات بموضوع التجديد ده من عدمه، والدنيا شغالة معاه ومكمل ومركز. هي دي لو عايزين نحط كلمة احترافية بين قوسين هنحط تحتها محمد صلاح بين قوسين. دي حقيقة. على فكرة ده ذكاء منه رهيب، لأنه الفترة دي على فكرة هو مش من مصلحته ان هو يأثر في التمرين او في الماتشات او في البطولة اللي هما فيها، لأنه انت دلوقتي لما تأثر وتخلي شكلك وحش محمد صلاح، او يعني ما تكونش شايل مسؤولية التيشيرت اللي انت لابسه دلوقتي، انت بيتصارع عليك تشيلسي ونيوكاسل مهتمين بيك، ومش عارفه مين في الدوري الاسباني برشلونه، ومين في الدوري الفرنسي، في حاجات كتيره بتحصل حواليك وعينيها عليك. فانت دلوقتي عندك فرصه جباره الحقيقه ان انت دلوقتي تقول انا بلعب بنفس مستواي. النهارده ان شاء الله لو محمد صلاح سجل كمان هيكون بيحقق رقم قياسي جديد. فهي دي الاحترافيه زي ما احمد قال، هو ده الذكاء، هو ده المفروض اللي يحصل، لان انت مش لا في صالحك انك تلوي دراع ليفربول، ولا في صالحك ان انت تقول خلاص طالما احنا مش هنوصل لاتفاقيه خلاص بقى انا ماليش دعوه باللي بيحصل. كل ده يا جماعه بعيد تماما عن، سيبكم كمان من الاحترافيه، عن كره القدم يعني. فده خبر مهم جدا كان لازم نتكلم فيه بتفاصيله، ولازم نتكلم فيه في وقت كمان احنا عندنا هنا لو حصل ربط كده ما بين لعيبه بتنتهي عقودها مع نادي الزمالك يربطوا كده القصة دي ويشوفوا محمد صلاح بيلعب ازاي مع ليفربول. الموضوع هيبقى درس، محمد صلاح بيدي درس في الاحترافية. من النقاط المضيئة في أوروبا محمد صلاح نروح لنقطة مضيئة، ولكن المرة دي في أفريقيا. الكل بقى بيستعد خلاص للمرحلة النهائية والماتشين الحاسمين من تصفيات المؤهلة للمونديال. بالتأكيد طبعا مش بس مصر اللي بتستعد لده، في كمان مالي، منتخب مالي والجماهير المالية تترقب طبعا منتخب نسور قرطاج اللي هيواجههم طبعا يوم 25 مارس في لقاء، هيبقى طبعا لقاء الذهاب الاول هيبقى في باماكو العاصمه الماليه. لفته رائعه جدا من سيدو كيتا نجم اسطوره منتخب مالي، قرر اهداء 5000 تذكره على نفقته الخاصه للجماهير الماليه من اجل مسانده منتخب بلادها في مباراتهم ضد منتخب تونس على ملعب 27 مارس بمدينه باماكو. طبعا سيدو كيتا واحد من اساطير كره القدم الماليه والافريقيه،
يعني لو قلنا كده بعض الانديه الكبيره اللي لعب فيها سيديو كيتا، لعب في اشبيليا، لعب في برشلونه، لعب في فالنسيا، لعب في روما وكمان في مارسيليا. لفته انسانيه وعظيمه جدا من سيدو كيتا، لعيب خلوق في الملعب، شفناه طبعا لعيب بيمتلك قدم يسرى عظيمه جدا سيدو كيتا. طبعا لفته مهمه جدا ليه ولاهله والاهل وطنه في طبعا دوله مالي. يعني بص انا عجبني جدا اللفته دي، واللي عجبني اكتر هو اسم الملعب اللي في باماكو 27 مارس. ليه بقى يا احمد؟ ليه بقى؟ ليه؟ لا انت المفروض تبقى عارف. لا قولي. عيد ميلادي. يا نهار اسود، اسف يا جماعه معلش مش عارف. يعني ايوه يا جماعه، في ملعب اسمه 27 مارس في باماكو، فانا عجبني بقى الخبر ده جدا يا جماعه، جه على كيفي قوي. عموما ده كانت اخبار. خلوا الخبر ده مع نيرفانا. المفروض انا يا جماعه اطلع احتفل بنفسي. ماشي. مش دي كانت بتاعت من امتى؟ نروح بقى يا جماعه للسكواش، اتكلمنا عن كره القدم، نروح للسكواش وقدر بطلنا المصري مصطفى عسل. دلوقتي هنروح نشوف لقطه اليوم اللي معانا واللي بعنوان للخبراء فقط. يعني عايزكم تعدوها كمان يا جماعه مره كده. شايفه الحكم الرايه؟ الحكم طلع. حكم الرايه بسم الله ما شاء الله، ده خلاص داخل المنطقه، تحس ان هو عايز السرو يتلعب له هو عشان هو اللي يخش يحط جول. وعشان ده كان متاخر، حكم الساعه كان متاخر، وفي قوانين ايفاب يعني انه لما يبقى الحكم الساحة متأخر هو المفروض بقى يطلع يراقب اللعبة زي ما احنا شايفين كده. يعني هو هو قريب قوي بجد، بيقول له وزع نعمل لي سرو كده عشان هو اللي يحطها جوه. يعني دي حقيقة، دي من اللقطات اللي ممكن ما بتحصلش كتير بس هي قانونيا تحصل. بس عشان المصداقيه لو سمحت، عشان انت سالتني عن المستحيلات، المستحيلات الثلاثه، انت بتخاف من الصباع ده. يا جماعه في حد ساعدنا الحمد لله، محمد الحسن بيقول ان الغول والعنقاء والخيل الوفي يا جليلي، ومش الصديق الوفي، الخيل الوفي. الايه؟ الغول والعنقاء الخيل الوفي، الخيل اللي هو الخليل. اوكي انا افتكرت قصده الخيل الحقيقه. طيب هم دول المستحيلات الثلاثه. دول المستحيلات الثلاثه قبل رابع المستحيلات. ايوه اللي هو كان ايه؟ اللي هو لا اللي حققه بقى. ان الكاس يتلعب. لا ان الكاس يتلعب يا احمد، دخلت الدنيا في بعض. ما هو رابع المستحيلات بسم الله ما شاء الله كتير بقى، ما احنا في كل حاجه هنقول ومن رابع المستحيلات ان الفريق ده يخسر. فاحنا الرابع المستحيل، فعرفنا الثلاث مستحيلات. وما عشان احنا لخبطه، اول مستحيل كان الغول، ثاني مستحيل كان الخل الوفي، ثالث مستحيل هو العنقاء. شكرا، اتفضل يا يعني. عفوا. دلوقتي بقى قبل ما نستكمل معاكم فقرات نهارنا ونهاركم الابيض، خلونا الاول كده نروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على ابرز مواعيد ماتشات النهارده. اهلا بكم من جديد، وفقره نبض 100 عقبه. في اخبار نبض 100 عقبه، وصل المحترف الكوبي يوسيفاني هرنانديز مصر تمهيدا للانضمام لصفوف فريق الكوره الطايره الاول بنادي الزمالك في المراحل الحاسمه اللي جايه من الموسم الجاري. اللاعب الكوبي اللي بيحمل الجنسيه الايطاليه وصل مطار القاهره في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء اللي هو النهارده. هرنانديز صاحب ال 30 سنه بيجيد اللعب في اربع مراكز، مفترض ان هو هيتواجد في مقر نادي الزمالك النهارده لإنهاء كافة تفاصيل تعاقده مع القلعة البيضاء. غالبا هيتم التعاقد لمدة تقارب لثلاث شهور مثلا، وهي الفترة المتبقية لنهاية جميع بطولات الموسم الجاري، وهي الدوري المصري وكاس مصر وبطولة أفريقيا. تعادل فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2001 مع الجونة 1-1 في إطار اللقاء اللي جمع بين الفريقين امبارح على ملعب الأخير بالجولة الـ 24 لبطولة الجمهورية. أحرز هدف الزمالك إبراهيم محمد بيقود طبعا الفريق فنيا
محمد ثابت مديرا فنيا، ومنتصر الجدي مدرب عام، واحمد زكريا مدرب، ومحمد عبد الجواد ميشو مدرب لحراس المرمى، وحمدي يوسف اداري للفريق. فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2013 بقيادة محمود ياسين المدير الفني على الجونة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء في إطار الجولة 17 لدوري براعم الجيزة. أحرز ثلاثية الزمالك كل من يوسف مصطفى، ياسين المحمدي، أحمد بليغ. واخيرا فاز فريق الكره الطايره بنادي الزمالك تحت 17 عام على فريق جيل المستقبل بنتيجه اشواط 3-0 في المباراه اللي اقيمت بينهم امبارح على صاله القلعه البيضاء في اطار الجوله الرابعه من منافسات دور ال 16 لبطوله الجمهوريه. ويلتقي الفريق النهارده الاربعاء مع فريق سموحه بصاله نادي الزمالك، وبيقود الفريق كابتن حماده مجاهد مديرا فنيا. كل التوفيق لكل الفرق بنادي الزمالك ان شاء الله في الفتره اللي جايه. دلوقتي يلا بينا نروح على مدارككم الافتراضي الشارع الابيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض اللي كان بيتكلم عن من وجهة نظرك القرار الأفضل لمحمد صلاح فيما يتعلق بمستقبله مع ليفربول. تعالوا كده نشوف جمهورنا رأيه إيه في موضوع محمد صلاح، والبداية من عند مين يا أحمد؟ البداية من عند عمر كرم بيقول صباح الخير عليك يا أبو حميد، صباح الفل عليك يا نيرفانا، نهاركم أبيض بخطين حمر. أنا من وجهة نظري إن صلاح يستمر مع ليفربول لأنه محقق بطولات كتيرة ومحطم أرقام قياسية، هناك معشوق هو للجماهير هو محمد صلاح، وكل التوفيق لنجمنا المصري فخر العرب فيما هو قادم، زملكاوي الفخر ليا. شكرا يا عمر. زياد بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الخير عليك يا نيرفانا، بعد ما تألق محمد صلاح مع ليفربول وهو معشوق للجمهور وعمل ارقام قياسيه فعليه الاستمرار مع ليفربول افضل. معانا عمرو عبد الحافظ بيقول صباح الخير عليك يا نيرفانا، صباح الخير عليك يا ابو حميد. لا صباح الخير عليك يا احمد مش يا ابو حميد. الافضل لمحمد صلاح الاستمرار مع الليفر، فهو النجم الاول للفريق والجمهور وعمل تاريخ ليه بيحطم كل الارقام هناك، زملكاوي ملكي بخطين حمر. دلوقتي خلونا نطلع فاصل قصير وهيرجع لكم بعديه احمد فقره سهم وقوس اللي منورنا فيها النهارده محلل الكوره العالميه الاستاذ عمرو عزت. سهم وقوس مع احمد بعد الفاصل، استنوا. اهلا بكم من جديد وفقره سهم وقوس. عايزين نقول كده للناس ان خلاص في البريمير ليج اشتعل السباق ما بين ليفربول وبين مانشستر سيتي. الموضوع بقى صعب بينهم جدا، خلاص مانشستر سيتي اتعادل في اخر مباراه. هيبقى في كلام كتير جدا كمان عن الشامبيونز ليج، وفي مفاجآت بتحصل طبعا. امبارح شفناها باقصاء المانشستر يونايتد على ارضهم، ممكن تكون المفاجاه على ارضهم، ممكن يكونوا ما بيمروش بافضل مستوى فني، لكن انهم يخسروا على ارضهم ويطلعوا على ايد طبعا اتلتيكو مدريد، فدي كانت مفاجاه. في حاجه ثانيه كمان في هولندا، لما شفنا اياكس امستردام بيخسر في مباراه كبيره جدا شفناها امبارح، وبنفيكا عمل مباراه قويه جدا 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 في هولندا اللي كان بالمناسبه الملعب كله متأهب للاحتفال بعد المباراة، لكن شفنا نتيجة مغايرة جدا لكل الهولنديين وأنصار فريق أياكس أمستردام. للحديث أكثر بقى عن كل الموضوعات دي في شأن العالمي معانا المحلل الرياضي المتخصص طبعا في الكرة العالمية الأستاذ عمرو عزت. يا عمرو منورنا ومشرفنا. اهلا بيك يا ابو حميد واهلا بكل الساده المشاهدين، مبسوط اني معاك على قناه الزمالك. ربنا يخليك مشرفنا ومنورنا. عايز اخش معاك كده في حته المفاجاه اللي حصلت امبارح. يمكن مانشستر يونايتد ما بيمرش بافضل
حالاته طبعا بصرف النظر عن الهاتريك اللي عمله كريستيانو رونالدو محليا، لكن قاريا او في تشامبيونز ليج مش بيقدم احسن المستويات. شفنا طبعا اتلتيكو مدريد عامل حصار دفاعي صلب جدا جدا، شفت ازاي المباراتين دول؟ مباراه مانشستر يونايتد مع مين؟ مع اتلتيكو مدريد، وبنفيكا مع اياكس امستردام. هو احنا لو هنقول مفاجاه فهي مفاجاه، يعني مانشستر يونايتد اسم او تاريخ، لكن على في ارض الملعب يعني ما كانتش مفاجاه في الماتشين بصراحه. يعني مانشستر يونايتد ما لعبش 180 دقيقه، يعتبر مثلا ما لوش هجمات خطيره في ال 180 دقيقه، مش بنتكلم في ماتش امبارح بس. يعني اتلتيكو مدريد كان افضل في الماتشين وكان يستحق التاهل بصراحه. بس في الماتش بتاع امبارح مانشستر يونايتد استحوذ على الكوره بشكل كبير جدا. ما هو انت بس لو اتلتيكو مدريد سجل جون في الاول خلاص كل سنه وانت طيب، ما فيش في مدربين كده، سيميوني واحد منهم، لو هو اللي سجل الاول خلاص الماتش هيتقفل قفله، مش هتعرف لو قعدت تلعب لحد بعد بكره مش هتسجل اي. فده اللي حصل فعلا امبارح، وكان رانجينيك اتكلم في المؤتمر الصحفي قبل الماتش على النقطه دي. كان بيقول هو يعني نتمنى احنا اللي نسجل الاول، لان لو دخل فينا جون هو عارف، يعني كل العالم عارف ان لو اتلتيكو جاب الاول فهو اللي هيوصل، وده اللي حصل فعلا. فهي كمفاجأة الصراحة أنا ما شفتهاش مفاجأة بالنظر للأداء، يعني المستوى والأداء لا أتلتيكو كان يستحق. جمهور مانشستر كان حزين جدا امبارح في المباراة، تحس إنه خاب ظنهم وأملهم في الفريق بالعناصر اللي موجودة، أسامي ممكن تكون كبيرة وكل اسم قوي في مركزه، لكن كمجموعة الموضوع مش أحسن حاجة. ما هي جمهور مانشستر يعني المفروض جات له القرعه، يعني مش هنقول متوسطه، يعني ما جالوش حد برده من الكبار قوي، فكان ممكن ليه فرصه ان هو يعدي. اتلتيكو مش في احسن احواله السنه دي، يعني مش بيقدم اللي هو اتلتيكو من سنتين، حتى لما خد من السنه اللي فاتت لما خد الدوري مش هو نفس الاداء، فكانت فرصه لمانشستر ان هو يقدر يصعد. لكن بالاداء المخيب ده يعني الجمهور لازم يكون حزين. يعني ممكن احكي لك حتى حاجه، يعني انا احكي على طول. يعني استاذنش احكي. ابني زيزو عنده 3 سنين قاعد امبارح وهو يحب رونالدو وجايب التيشيرت وقاعد مستني، وهو يعني الانجليزي ولا فقعد، وبعد الماتش عياط عياط وعايز ان كريستيانو يكمل. طب انا اعمل ايه؟ طيب خلاص سيبني انا ماليش دعوه. كريستيانو محتاج يعني بيعمل اللي عليه في ظل ان هو ده مستواه بالنسبه لسنه. لكن شايف مين الانسب انه يمسك مانشستر يونايتد؟ يعني رانجينيك خلاص احنا كده تقريبا هو خلاص بنهايه الموسم ده هينتهي التعاقد معاه، لكن شايف مين الانسب في الفتره دي لقياده مانشستر يونايتد فنيا؟ هو قبل ما احنا نفكر في اسماء مدرب، يعني كاداره لازم تحط خطه واضحه، يعني هتجيب مدرب يعمل ايه؟ يعني ولازم تصبر عليه، مش هينفع انت غيرت مدربين كتير جدا يعني، وغير المدرب كمان انت ناقصك في مراكز كتير قوي. يعني لعيبه مانشستر يونايتد بيصرف فلوس كتير جدا، يعني الناس تتكلم على مانشستر سيتي مثلا انه بيدفع مليارات في اللعيبه بس بيحقق بطولات، فمانشستر يونايتد ما بيقلش عن القصه دي، يعني مش قلل كتير عن مانشستر سيتي في دفع الفلوس، لكن بتجيب مين؟ يعني مانشستر سيتي عارف هو بيجيب مين، عارف هيحط ده هنا هيجيب له كذا، لكن مانشستر يونايتد بيعمل صفقات يعني الصراحه على الفاضي، يعني مش هي. فانت لازم كإدارة تحط خطة للمدرب اللي هيجي وتصبر عليه، يعني تصبر عليه مثلا زي ليفربول ما صبر على كلوب، يعني جاب كلوب وابتدى كلوب بيبني الفريق ويجيب لعيبة لحد ما شفنا ليفربول دلوقتي. بس ده كان حسب الخطة اللي انت بتقول عليها، انت بتكلم عن هل خطة ليفربول ان هم يجيبوا مدرب يبني ويستمر، دي الخطة. لكن يورجن كلوب كان جاي من بروسيا دورتموند، مدرب كبير، هو اسم كبير. هل مانشستر بيصرف على اللعيبه وصفقات اللعيبه ما بيصرفش في حته المدرب دي؟ يعني يمكن اخر بطوله خدها الدوري الاوروبي مثلا مع جوزيه مورينيو. ما انت بتجيب كاسماء، بعد كده ما فيش اسم قوي، كنت جايب فان جال قبل مورينيو، فانت كاسماء انت يعني مانشستر يونايتد يقدر يجيب اي مدرب، لكن انت تصبر على المدرب يعني تجيبه وتسيبه يشتغل. فهو ابرز المرشحين مثلا اللي على الساحه ممكن يكون بوكيتينو، ده يعني بتاع باريس سان جيرمان، هو يعني ليه خبره في الدوري الانجليزي، بس انا توقعي ان هو برده مش المدرب، مش رجل المرحله، يعني مش هو اللي هيقدر يجيب لك يرجعك البطولات. انت عايز مدرب يبتدي من تحت، يعني ممكن انا شايف ممكن ايريك تين هاج بتاع اياكس
خصوصا كمان اياكس اهو خرج، فممكن هو ده اللي يجي ويبني وتسيبه، وتسيبه يشتغل يعني بتاع 4 5 سنين تسيبه، بس تكون مقتنع تماما ان هو ده اللي هيقومك عليه. هي بتيجي كده حلوه قوي في موضوع اللعيبه الناشئين واللعيبه الصغيره في السن، هو كمان ككوره بيقدم كوره ممتعه جدا يعني. يعني الصراحه امبارح انا المفاجاه الاكبر بالنسبه لي كان هي خروج اياكس من بنفيكا. انت بعد اداء دور المجموعات كان مستوى هايل جدا، وبعدين جات لهم القرعه كمان بنفيكا، فكانت فرصه اكبر ان هو يصعد يوصلوا دور الثمانيه، بس هي دي كانت المفاجاه اكتر من مانشستر يونايتد يعني. شايف الفتره اللي جايه يعني، شفت كمان ماتش اياكس ازاي يعني؟ ماتش برضو اياكس وبنفيكا كان اللقاء هناك انتهى 2-2. في الماتش بتاع امبارح شفنا هدف برضو احرزه بنفيكا ومات عليه، مع ان اياكس عمل هجمات كتير جدا 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 لاخر دقيقه، حتى كوره كده عرضيه بس كانت اوفسايد وحتى المهاجم ضيعها يعني. صح، هو كان اياكس هو المرشح الاكبر، خصوصا كمان بعد نتيجه الذهاب، فكان كله متوقع ان هو اياكس خلاص هو اللي هيوصل دور الثمانيه، بس هو ده دوري الابطال يعني، هي دي المفاجات اللي دايما بتحصل. فدلوقتي بنفيكا هيبقى مثلا زي ما تقول ايه اللي هو بونبونات دور الثمانيه، كله بقى مستني دلوقتي عكس اياكس يعني. اياكس كان هيبقى تقيل على اي فريق ممكن يلعب عليه في دور الثمانيه. شايف اليوفي، اليوفي مع فياريال والماتشات اللي فاضله لسه في دور ال 16، شايف المواجهه دي ازاي؟ يعني المواجهه طبعا انتهت ماتش الذهاب 1-1. الاوقع شايف الماتش ده ازاي؟ الاوقع يوفنتوس طبعا يعني بحكم التاريخ، واليجري بيعرف يلعب الماتشات دي كويس جدا يعني، برضو زي من نوعيه سيميوني في قصه اللي هو لو هو اللي تقدم ما شكرا خلاص ما فيهاش لو جبت مين يلعب صعب قوي ان انت ترجع عليه. عنده خبره كبيره في دوري ابطال اوروبا، بيعرف المرحله الاقصائيه دي بيعرف يلعبها كويس جدا، فطبعا يعني على الورق والتاريخ يقول يوفنتوس يعني. بس فياريال على الجانب الثاني يعني مش فريق جماعي، فريق جماعي بشكل قوي طبعا جداً. يعني وبطل دوري اوروبي، فمش مش حد قليل يعني. هنتكلم على الورق، المفاجات ممكن تحصل، ممكن يخرج يوفنتوس من ايطاليا يعني، ما بقتش موضوع اللي هو على ارضي وارضك، ما بقتش زي زمان خلاص يعني، عادي بنشوف ناس بتخرج على ارضها عادي جدا في اخر كام سنه يعني. ممكن ماتش مانشستر يونايتد امبارح حتى لو رجعنا للماتش ده تاني كان محتاج لعيب زي ميسي كده يفك التكتل الدفاعي القوي الصلب لسيميوني امبارح لاتلتيكو مدريد، ويكون في حالته يعني، يكون ميسي الصراحة بس كان في حالته. كان بيعملها يعني مع في ماتشات برشلونه واتلتيكو مدريد، ممكن مثلا اتلتيكو مدريد تلاقيه يهاجم وصلب ويجيب جداً. ويسجل، ما كانش فعلا بيخلصها لميسي يعني، كان ياخد كرة كده من نص الملعب يجري وان تو مش عارف ايه جون خلاص. فده فعلا، بس ده خلاص ميسي، انت مش هتلاقي ميسي في اي حته يعني. ده حقيقي. في مواجهه تانية ممكن الناس بتقول عليها سهله بين تشيلسي وليل الفرنسي. تشيلسي كسب في الماتش الاولاني في لندن 2-0، الماتش الثاني شايفه ازاي في فرنسا؟ هو الماتش نفسه كماتش مش صعب على تشيلسي يعني، كتشيلسي وليل لما تتكلم تقول خلاص تشيلسي مرشح وكسبان 2-0 الماتش الاولاني، فاكيد هو اللي هيتاهل. لكن الظروف بقى الحاليه الظروف الحاليه مالك النادي هي دي اللي ممكن تصعب الماتش يعني. اللعيبه اكيد بتفكر في مليون فكره دلوقتي، هيروحوا فين، هيجوا منين، يعني المستقبل هيبقى عامل ازاي، هيكملوا هيمشوا، فيعني الواحد هو بيفكر. تخل قال كلمه في الموضوع ده، قال احنا بنمتلك حافله الفريق والتيشيرتات اللي بنلعب بيها الماتش، انا كده مبسوط وهكمل في البطولات. وقال بعد كده اللي هو يعني اللي اعرفه ان في طياره، لو مفيش طياره هنروح بالقطر، مفيش قطر هنروح باوتوبيس يعني. الراجل ما عندوش، قال لك هسوق انا العربيه. العقليه الالمانيه بصراحه بتطغى في اي مجال يعني. هي دي النقطه يعني الصراحه يعني، لولا وجود تخل في تشيلسي كانت ممكن الدنيا تفلت من الفريق دلوقتي. فتخل وجوده مع تشيلسي هو اللي مدي جمهور تشيلسي امل بصراحه يعني، لان هو الراجل زي ما انت بتقول العقليه الالمانيه، هو مش فارق معاه الكلام ده، هو مركز في شغله جدا. لكن يعني كلام حماسي برضو وكل حاجه، لكن في اخر الموسم يعني لو الوضع مستمر على كده اكيد هو الراجل ممكن يشوف يعني اكل عيشه في حته ثانيه، ان هو داردو ده يعني ده اكل عيشه في الاول وفي الاخر. فمش لو الدنيا هتفضل كده، لا هو طبعا يعني معظم فرق العالم تتمناه يعني الراجل الصراحه يعني عمل من تشيلسي حول يعني، مين كان يتوقع ان تشيلسي ياخد دوري ابطال السنه اللي فاتت في ظل اللي هو كان فيه؟ فهو كمدرب عظيم بصراحه يعني. وفي لعيب برضه بمناسبه الكلام عن اللعيبه المسؤوله اللي عندها مسؤوليه تجاه النادي اللي بيلعبوا فيه، كيا هافرد لاعب الفريق قال ان هو ممكن يدفع
المرتب بتاعه او الراتب بتاعه في ظل الأزمة دي لو النادي مش هيقدر يدفع له. ما انا بقول لك يعني تصريحات حماسيه يعني ايه بتحمس الجمهور، يعني بتوريهم ان هو اللعيبه مش فارق معاه. فهو البطوله دي يعني تشيلسي يعني هو خلاص الدوري ما يعتبر تشيلسي ملوش امل، فهو تشيلسي بيحارب على البطوله دي للسنه الثانيه على التوالي، فلو خدها هيبقى انجاز كبير في ظل طبعا الظروف المحيطه دي. فوجود توخيل مع المجموعه دي وتوخيل كمان على 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 الاخص هو اللي ممكن يصنع حاجه مع تشيلسي، لان هو بيعرف يلعب برده الماتشات دي كويس جدا، يعني سواء مع يعني هو الراجل وصل نهائي مع باريس 2020، خد البطوله مع تشيلسي 2021 ومكمل في 2022، اعتقد ممكن يوصل بعيد يعني. شايف الفرق ازاي اللي وصلوا لحد دلوقتي؟ مثلا نتكلم عن ريال مدريد، مانشستر سيتي، ليفربول، بايرن ميونخ، واتلتيكو مدريد، وبنفيكا. شايف الفرق دي هل هي قادره ان هي تكمل؟ ومين الفرق فيهم؟ طبعا في اسامي معروف ان هي هتكمل، لكن شايف ازاي الفرق دي لحد دلوقتي بادائها؟ هو يعني انت لو هنبص اللي هو الاسبوع اللي فات اللي هو الماتشات بتاعت الاسبوع اللي فات، هم الاربعه دول اللي هم الاتقل على الورق، اذا كان ليفربول، مانشستر سيتي، ريال مدريد، بايرن ميونخ، يعني هو دول الاربعه صعدوا. الاربعه التانيين هو اللي ممكن اقل شويه في اللي هيخرجوا اللي هيخرجوا يعني مش هنقول مش عايزين نقول برضه يخرجوا، بس هو انت لما نبص الاسماء يعني اتلتيكو مدريد، بنفيكا، ومثلا تشيلسي ويوفنتوس لو على الورق يعني. بس هو الاربعه التانيين طبعا هم المرشحين الاكتر، وعلى حسب بقى القرعه هتيجي ايه، يعني ممكن القرعه تخبطهم هم الاربعه في بعض فاتنين منهم يخرجوا، فلسه القرعه هي اللي هتوضح. لكن يعتبر ما فيش مفاجات كبيره ان لم يكن مثلا لو هنبص في الماتشات هو كان ماتش باريس، لكن الريال التاريخ والخبره هي اللي خلصت الماتش، لكن يعني في الماتشين نفسهم كان باريس الاقرب بنسبه كبيره ان هو يوصل، وكان كله متوقع كده خصوصا بعد التقدم كمان في البرنابيو، لكن اخر ربع ساعه ثلاثة اجوان. طب اقول لك على ماتش تاني من الماتشات دي كان نفس الموضوع بالنسبه زي باريس سان جيرمان وريال مدريد، كان باريس الافضل والريال هو اللي صعد، كان ليفربول والانتر. كان الماتشين الماتش هناك كان الانتر ماسك طوال المباراه، كان بيلعب بقوه كبيره جدا، كان في بعض اوقات المباراه كان وان سايد جيم بالنسبه لانتر ميلان، لكن الخبره بتاعت صلاح طبعا ولاعبي ليفربول قدروا ان هم يحرزوا هدفين من هجمتين كده ثلاثه الاولاني، احرزوا هدفين الماتش الاولاني. الماتش الثاني حتى في انجلترا قدر انتر ميلان يكسب وليفربول طبعا النتيجه الاولانيه هي اللي ساعدته ان هو يصعد. فشفت ده زي هل ليفربول متاثر او بيلعب باداء مغاير في دوري الابطال؟ لا يعني انا مش عايز اقول كده، بس هو يعني كلوب مثلا كان ليه تصريح بعد الماتش الثاني كان بيقول كلمه مهمه جدا، قال لك يعني اللي هو ان انت تخسر في ماتشات زي كده هو افضل شيء عشان تتعلم منه، يعني انه يخسر ماتش بس ما ياثرش عليه، يعني كده كده هيوصل دور الثمانيه خلاص فده ما ياثرش عليه. فهنا يعني تبين لك اللي هو كلوب بيفكر ازاي، هو خسر الماتش ده واتعلم منه، ويعتبر الماتش الاولاني كان خلصان 2-0 في ايطاليا، فده ممكن يعني يكون ايه مدي اللعيبه يعني اريحيه شويه في اللعب. لكن في الماتش نفسه انتر كان اخطر كتير جدا في الماتشين، لكن زي ما انت قلت الخبره هي اللي بتخلص كل حاجه يعني في الماتشات بتاعت اوروبا بالذات يعني. شايف نخرج كده بره اطار دوري الابطال، وعايز اكلمك او تقول لي كده رايك في موضوع الصفقات الكبيره اللي عمالين يتكلموا فيها اليومين دول واللي شغله الراي العام الرياضي العالمي. لو اتكلمنا مثلا عن صفقه هالاند وطبعا انتقاله لمانشستر سيتي، وصفقه امبابي وذهابه الى ريال مدريد، وطبعا في تقرير بتقول ان هو مضى من يوم 30 يناير لريال مدريد. شايف الصفقات دي مصيرها هيبقى ايه ومدى استفاده الفرق دي من الصفقتين دول؟ هو يعني مبابي وهالاند هما اللي جايين يعني المفروض هنشوف زي صراع ميسي وكريستيانو، بس طبعا مع الفارق يعني انا اسف عايز ازود عليهم، ان شاء الله محمد صلاح يفضل مكمل وهم اللي يحاولوا يوصلوا ارقامهم. محمد صلاح محمد صلاح كمان يعني احنا بنتكلم في حته محمد صلاح دلوقتي يعني انا بالنسبه لي هو افضل لاعب في العالم حاليا يعني. انا كان التانيين مثلا اصغر شويه في السن، فبنتكلم اللي هو مثلا ال 10 15 سنه الجايين المفروض ان هم دول اللي طالعين، يبقى ميسي وكريستيانو، بس برضه مع الفارق لان مش هنشوف اتنين بنفس الجوده الكواليتي دي. طبعا يعني بالنسبه لي انا يعني. فلو هالاند كلام دلوقتي الاكتر ان هو مانشستر سيتي، لكن الريال برضه داخل في الموضوع بقوه،
يعني خلاص هو تقريبا امبابي 90% الريال، يعني خلاص زي ما انت بتقول التقارير قالت انه مضى بتاع، حتى لو ما مضاش بتاع هو هيمضي في الصيف غالبا، لان هو لو عايز يجدد مع باريس كان جدد خلاص كل المحاولات وعرضوا عليه كل حاجه، بس مفيش حاجه جايه. كمان خروج من دور ال 16 قدام الريال، هو شاف بنفسه كمان الريال وشايف الملعب، كان ليه فيديو لما نزل البرنابيو وبيتفرج على الجماهير، فكل دي حاجات بتوريك ان هو يعني بنسبه 90% او اكتر هو رايح الريال. لو الريال كمان عرف يخطف هالاند يبقى خلاص كده سيطره بقى على الكره الاوروبيه لفتره طويله، يعني لو عرف يخطف الاثنين مع بعض لو قدر يخطفهم من مانشستر سيتي. حاجه مهمه تاني عايزك تكلمني فيها كده وتقول لي رايك في موضوع محمد صلاح. محمد صلاح طبعا في قصه التفاوض مع ليفربول، ناس بتقول ان الرقم اللي هو عايزه صلاح او وكيله رامي عباس بيعرضه على مسؤولي ليفربول في التفاوض 500,000 استرليني. الرقم ده هل هو كتير على صلاح في ظل ان لعيبه زي كيفن دي بروين ولوكاكو وديخيا بياخدوا الراتب ده؟ محمد صلاح هو الاكثر تاثيرا مع فريقه اكتر من الناس دي وبيحقق ارقام اكتر، هل من الواقعي ان هو ياخد ارقام اقل من اللعيبه دي؟ بص احنا خلينا نقسم الموضوع نصين، لو نتكلم في الفلوس يستحق او ما يستحقش، لا يستحق اللي يطلبه، يعني صلاح عامل حاجات خرافيه الصراحه في الكام موسم اللي فاتوا مع ليفربول. لكن النص الثاني هو انت في نادي ايه؟ في نادي ليفربول، هو معروف ان نادي ليفربول مش من الانديه اللي بتدفع فلوس، وانت رايح ليفربول وعارف ومتاكد من ده، يعني انت بتتكلم مثلا اعلى حاجه في ليفربول تقريبا 200,000 استرليني اسبوعيا يعني. فهو خلاص هو حاطط حد اقصى للرواتب، هو مش بيعلى عن كده، هو مش مانشستر يونايتد، مش مانشستر سيتي، مش تشيلسي، يعني تدفع في الرواتب هتلاقي مثلا لعيبه قاعده على الدكه طول الموسم مثلا بتاخد اكتر من صلاح في مانشستر يونايتد، في تشيلسي نفس القصه، لكن ليفربول معروف انه مش بيدفع. لكن لو تسالني انا عن رايي ايه في الموضوع، انا شايف ان صلاح يعني ياخد اكبر استفاده ماديه من ليفربول ويكمل، لان انت هتروح فين يعني؟ ما تبص لكل عشان ما يبداش من الصفر في مكان تاني. بس هتبص كمان على فكره ده رايي، خلي بالك راي ناس كتير جدا. مين الاقرب للدوري الانجليزي، ليفربول ولا مانشستر سيتي؟ خصوصا ان بقى فارق نقطه واحده اذا كسب ليفربول المباراه الاقل ليه مع ارسنال. هي الصراحه يعني الماتش ده كمان صعب جدا على ليفربول، لكن هي هتبقى 50-50 لحد النهايه على الورق لمانشستر سيتي هو الاقرب، لانه هيلعب مع ليفربول على ملعبه، الماتش ده ممكن يكون حاسم بنسبه كبيره جدا في الدوري، لكن على الورق ومانشستر سيتي. بشكرك جدا يا عم، شرفتني ونورتني في نهارك ابيض. شكرا يا محمد، مبسوط اني معاك. دي كانت اخر فقرات برنامجنا نهارك ابيض، ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده بكره نهارك ابيض، خليكم معانا دايما وبنستمتع بمتابعه مشاهدينا على قناه الزمالك، دمتم في امان الله.